استمرار حالة التوتر في تونس، وذلك بعد أن قام طالب جامعي بإضرام النار في نفسه احتجاجا على مصادرة بضاعته من قبل البلدية في تونس، وذلك في قرية أبي زيد التونسية الواقعة وسط جنوب تونس. هذه الأحداث أثارت موجة من الاحتجاجات العنيفة. الأحداث كما تابعناها جميعا هي أنه هناك شاب يعني يعمل في سيدي بوزيد وهو شاب جامعي يبحث عن عمل، وقد تعرض إلى مضايقات في السوق حيث كان يعمل في عمل متواضع، ومن خلال المضايقات التي تعرض لها من طرف العاملين على التراتيب البلدية في السوق، خاصة أن بعضهم قد اعتدى عليه بالعنف، توجه إلى قصر الولاية وطالب أن يلتقي بالوالي أو المسؤول في حتى يتحدث عن وضعيته ويشرح الوضع الذي تعرض له، ولكن أوصدت كل الأبواب في وجهه، مما دفعه في حالة يأس وحالة غضب وحالة يعني تعبير على سد كل الأبواب والمنافذ الرزق أمامه، خاصة وأنه يعني لديه إخوة ثمانية منهم أحدهم معاق، يعني قام بهذه العملية حيث سكب البنزين على نفسه وأحرق عملية احتجاج باطو واحتجاجه بطريقة خاصة وطريقة كبيرة. نعم. طيب سيد علي، هذه الاحتجاجات التي شهدتها البلدة بلدة أبي زيد في تونس، هل هي الأولى من نوعها التي تشهدها؟ ليست هي الأولى في تونس، لأنها تعبر عن حالة من الغليان يعيشها بعض المناطق التي مهمشة مثل سيدي بوزيد، وفي قفصة سنة 2008 أحداث الرديف، وفي بن قردان سنة 2010، والكثير من المناطق قامت فيها حركات احتجاجية احتجاجا على الوضع المأساوي الذي يعيشه خاصة قطاع الشباب والمتعلمين خريجي الجامعات حاملي الشهادات العليا من الجامعات، هؤلاء ليس لهم عمل، يتعرضون إلى مضايقات عديدة، هناك بالإضافة إلى هذا الوضع الاجتماعي هناك حالة من الكبت السياسي، وهناك حالة من الانغلاق السياسي، وهناك عنف يعني من قبل الأجهزة الأمنية، حتى أنه ساد الضرب والاعتداء على المواطنين أصبح هو المشهد اليومي، حتى أن لم يقتصر هذا على أعوان الأمن وإنما حتى أعوان التراتيب البلدية، يعني حتى يعتدون على المواطن. سنأتي على يعني ردود فعل الحكومة كيف تعاملت مع هذه الحادثة، وهل كان تعامل يعني عنيفا أكثر مما يستدعي، لأنه في أكثر من رواية في الأمر، لكن يعني بدأت الحديث وقلت أنه هي مطالب مجتمعية أو اجتماعية أو تعبر عن حالة من الغضب ضد البطالة والفقر الموجود، لكن هناك تضامن من بعض الأحزاب السياسية وبيانات تدعم هذا الموقف، هل هناك محاولة من هذه الأحزاب لحرف هذا الأمر عن أنه قضية اجتماعية إلى الجان إلى أنها قضية إلى أن تصبح قضية سياسية في البلاد؟ ليس هناك محاولة، وإنما يعني هناك دفاع على هؤلاء المهمشين، هناك حالة من تبني هذه التحركات الاحتجاجية من طرف كل القوى المجتمع المدني وليس فقط من طرف الأحزاب السياسية، وبالتالي مشروع جدا لكل تونسي أن يتبنى هذه التحركات وأن يدعمها، لأنها مطالب مشروعة لهؤلاء الشباب، والمظاهرات التي امتدت لأربعة أيام من طرف الأهالي سيدي بوزيد هذه ليست مظاهرات عبثية، وإنما هي تعبير عن تبني لمطالب هذا الشاب ومن ورائه آلاف الشباب الذين يعني يتعرضون إلى نفس الوضعية الاجتماعية التي يعيشون فيها في ظل التهميش، في ظل النهب والسرقة، في ظل حكم المافيا والعصابات التي تتحكم في السوق، هؤلاء يعني لم يتركوا مجالا لضعاف الحال، لأصحاب الرأسمال المتواضع أن يجدوا مكانا ليشتغلوا. طيب دعنا ندخل الآن مباشرة إلى تعامل الأجهزة الحكومية والسلطات الرسمية مع هذه الحالة. حصل حالة اضطراب في بلدة ما، حصل نسميها احتجاجات يعني كما تسميها المعارضة، فيعني كان أمام السلطات الحكومية أن تدفع برجال الأمن لحفظ الأمن، يعني كيف أنت قرأت هذا التصرف، ولماذا الانتقاد كله للسلطات الحكومية لي يعني قيام بهذا الأمر؟ هذا ليس ديدا السلطات الأمنية في تونس، دائما السلطات الأمنية تتدخل بعنف وبعنف يعني وحشي وشرس ضد كل مظاهر الاحتجاج، شاهدنا هذا في رديف، شاهدنا هذا في بن قردان، والآن يتكرر في سيدي بوزيد. اللقطات التي بثها بعض الشباب على الفيسبوك، وبالمناسبة الفيسبوك يعني الآن الانترنت مقطوع على سيدي بوزيد حتى لا تنقل هذه المشاهد، اللقطات التي
بثت الأهالي يعني في حالة من الذهول والصمت أمام قصر الولاية، ينتظرون يعني أحد المسؤولين حتى يتحدث إليهم حول هذه الحادثة. ثم المظاهرة التي شهدتها سيد بوزيد يوم أمس كانت مظاهرة سلمية، خرج الأهالي ليعبروا عن شعور بالغضب. الآن الأهالي لا يعرفون حتى الشاب هذا في هل توفي أم ما زال حريقا، عائلته لم يسمح لها بالدخول إلى المستشفى للاطمئنان عليه. إذن هناك حالة تجاهل وحالة من اللامبالاة تجاه غليان شعبي. بالضرورة سوف يعبر هؤلاء الشباب على أنفسهم من خلال مظاهرات سلمية. نعم، ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد السلطات الأمنية دائما تواجه بالعنف كل تحرك شعبي، ونحن نريد أن نقول للجهات المسؤولة في الدولة التونسية يجب أن نتعامل بالحوار، يكفي من الحلول الأمنية، هذه الحلول الأمنية ستؤدي بنا إلى الكارثة. طيب، ودعني أتساءل معك وأنقل هذا التساؤل للسيد برهان بسيس الذي انضم إلينا من تونس عبر الهاتف. سيد برهان أهلا بك. أرجو يعني الالتزام يعني بالأمانة حتى في صياغة الجمل، لأن كل جملة لها حسابها الخاص ولها تأويلها. أنت تقول الشباب يقوم بحرف نفسه، يعني هكذا في صيغة التعبير. هناك حادثة يعني أنا أقصد إقدام هذا الشاب، إقدام هذا الشاب على هذا الأمر وهو أحرق نفسه يعني وشاهدنا أمام شاشات التلفاز. هناك حالة شاب وحيد السيد محمد البوعزيزي الذي حاول الانتحار في سياق حادثة مأساوية حقيقة، الجميع متعاطف على وضع هذا الشاب، وهناك تحقيق قد فتح بعد لتحديد المسؤوليات. ولكن أن نعتمد على هذه الحادثة المأساوية المنفردة لنستخلص منها مجموعة من الخلاصات في هناك يا أستاذ برهان، هناك حادثة أيضا، حادثة في السنة الماضية نفس الأمر، شاب أقدم على إحراق نفسه في مدينة مودشتير، عبد السلام تريمش. عبد السلام تريمش أستاذي العزيز. نعم، عبد السلام تريمش. أقول لك أستاذي العزيز، يعني أنا وجميع التونسيين متعاطفون مع حالة هذا الشاب، ولكن هناك فرق بين التعاطف مع هذه الحالة وبين الاعتماد على مثل هذه الحوادث، رغم أنه تكررت كما تقول مرة في المنسير ومرة في مدينة سيدي بوزيد. وبالإمكان أن أفتح لك بابا طويلا من سرد حكايات حوادث محاولات الانتحار في تونس لأسباب مختلفة، منها انسداد الوضع الاجتماعي الخاص بهؤلاء الأفراد، ومنها مشاكل اجتماعية كثيرة تحصل في تونس مثل ما تحصل في أي بلد في العالم. ولكن أن نستخلص من مثل هذه الحادثات خلاصات سياسية ونحاول أن نركب عليها مواقف المزايدة فهذا غير معقول. أن نتحدث عن تدخل أمني فيه من القمع والبطش الكثير، في حين ماذا كان السيد علي بن عرفة في حالة ما أن حركته وحركة النهضة قد تسلمت السلطة في تونس، كيف ستفعل مع بعض الناس الذين ينزلون إلى الشارع ويرمون الحجارة ويحاولون إحراق بعض الممتلكات العمومية؟ تشهد محافظة سيدي بوزيد التونسية اشتباكات واسعة بين جموع من الشبان وقوات الأمن التي دفعت بتعزيزات كبيرة من المحافظات المجاورة ومن العاصمة، وتأتي هذه المواجهات على خلفية قيام شاب بإحراق نفسه أمام الملأ، احتجاجا على ما اعتبره تعسفا للأعوان البلديين الذين منعوه من بيع الخضار بالطريق العام. وتعتبر مدينة سيدي بوزيد التي تقع في الوسط إلى الجنوب من تونس العاصمة، تعتبر من المدن التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة متجاوزة المعدل الوطني، ويعتمد أهاليها في معيشتهم على الزراعة وتربية المشية، وهي قطاعات يتهمون الحكومة بإهمالها لصالح قطاعي الخدمات والسياحة. ولم تنجح قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي دفعت بها السلطة إلى شوارع المحافظة في السيطرة على جموع الشباب المحتج لليوم الرابع على التوالي، على الأوضاع المتردية في المحافظة، وتضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي يرقد في أحد مستشفيات العاصمة بين الحياة والموت وهو يعاني من حروق بليغة. وقد قام البوعزيزي الذي يعيل والدته وإخوته بعد وفاة والده بسكب كمية من البنزين على نفسه وإشعال النار إثر تعرضه للضرب على يد عون بلدي صفعه أمام الناس في سوق المدينة بعد رفضه القبول بحجز الغلال والخضر التي كان يبيعها على عربة صغيرة دون ترخيص. ومباشرة بعد هذه الحادثة عمد آلاف المتظاهرين إلى رشق مقر المحافظة بالحجارة، وقاموا بإحراق سيارات الأمن وأخرى
تابعة للتجمع الدستوري الحاكم، كما استهدفوا مقر الحزب وهشموا واجهات بعض البنوك والفضاءات التجارية، وقاموا بقطع الطرق الرئيسية بإشعال الإطارات المطاطية وحاويات القمامة. وذكرت مصادر صحفية أن عددا غير محدد من رجال الشرطة ومن المتظاهرين أصيب بجراح متفاوتة، كما تم اعتقال العشرات من المحتجين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، ما زلنا نضيء على الوضع في تونس والاحتجاجات التي عمت بلدة سيدي بوزيد. قبل أن أعود إليك أستاذ برهان، دعني أخذ رأي الأستاذ علي. أستاذ علي، يعني هو الأستاذ برهان معنا عبر الهاتف، قال أن هذه يعني الإجراءات التي قامت بها الحكومة هي إجراءات أمنية مبررة لقمع هذه الاحتجاجات التي يعني تحصل ويعني تتطور إلى مرحلة التخريب أو التكسير، واستشهد بأن هنا في بريطانيا يعني القوات الأمنية قامت بنفس الشيء. قبل ذلك يعني تعامل الأخ برهان تعامل مع الموضوع كأنه حالة بسيطة، شاب أحرق نفسه وبالتالي يبدي تعاطفه. الأمر أكبر من هذا يا أخي. الأمر يعني استدعى المئات من أهالي سيدي بوزيد للخروج في مظاهرات ومسيرات، وهي ما لم تشهده يعني لسنوات. فهؤلاء عندما يقتحمون الشارع ليعبروا عن غضبهم واحتجاجهم، إنما هو لتعاطف كبير مع هذه الحالة والتعبير على أنها مطالب مشروعة. مطالب هذا الشاب مطالب مشروعة وتعبر على مطالب المئات من شباب سيدي بوزيد. ثم يتحدث عن حرية التعبير في تونس. أنا أتحدى سيد برهان أنه يعبر عن موقفه حول هذه الحادثة في التلفزيون التونسي. التلفزيون التونسي لم يتحدث عن هذه الحادثة ولو يعني بصورة عابرة. لماذا إذا كانت هناك حرية تعبير لماذا لا يوجد يعني هناك أخبار نزيهة تشير إلى هذا الحادث حتى بدون تعليق المعارضين أو من يختلفون مع السلطة في الرأي؟ ولكن السلطة لم تشر إلى هذه الحادثة ولو مرور الكرام. يعني طيب دعني هناك احتجاجات لأربعة أيام. دعني أنقل هذا التساؤل أيضا للأستاذ برهان. أستاذ برهان، يعني تعامل الإعلام الرسمي يعني بينما كان التونسيون ويعني غيرهم يتابعون القضية عبر وسائل الإعلام الخارجية، كان الإعلام الرسمي والتلفاز الرسمي يعني يغرق بأنه لا يوجد شيء، وهذا حال طبعا معظم الإعلام العربي. أنت كيف تقيم أداء يعني الإعلام الرسمي وتعامل مع هذه الحادثة؟ خليني في البداية أولا قبل التعليق على موقف الإعلام أشير لملاحظة الأستاذ علي حول قضية الحادثة المنفردة التي يستنتج من خلالها خلاصات عامة. أنا لا أحد ينكر أن هناك وضع خاص يتعلق بمشاكل عديد الشباب الباحث عن العمل، لا أحد عقل ينكر ذلك. سيد زهير مخلوف الذي أيضا انضم معنا عبر الهاتف، هو صحفي ومحلل سياسي تونسي. سيد زهير أهلا بك. مرحبا. سيد زهير، يعني أنت تابعت ما حصل، هل تعتقد أن يعني تعامل قوات الأمن التونسية كان يعني عنيفا أكثر مما يتطلب إخماد مظاهرة واحتجاج؟ يعني هل كان أكثر عنفا مما يتطلبه الأمر؟ والله نحن في تونس سيدي السلطة التونسية والسلطة الأمنية في تونس دائما توتر الأحداث وعوض أن تفتح مجال للحوار مع المجتمع المدني قواتها، كل قوات البوليس وكل قوات الحكم تنزل إلى الشوارع من أجل قمع هذه التظاهرات. ما حدث في الحوض المنزلي وما حدث في بنجردان خير دليل. إذن السلطة التونسية لا ترعوي في أن تعالج مثل هذه المشاكل بشكل حضاري وبشكل مدني عام. إذن السلطة التونسية هي تريد أن تقمع الاختقال وتقمع تحركات الشباب بكل هذه العنزاهية، لأنها لا تريد أن يوجد حوار في مجتمعنا التونسي، ويوجد حوار لدى الشباب، ويوجد حوار لدى الحركات الحقوقية والأحزاب السياسية. تريد أن تقمع كل هذه التظاهرات وكل هذه الحركات الشعبية التي تعبر حقيقة عن احتفال داخلي في صفوف شعبنا وفي صفوف شعبنا التونسي. إذن التونسية دائما تريد أن تعالج كل المشاكل بشكل نعم. طيب سيد زهير ابقى معي ودعني أنقل السؤال الذي تحدث فيه الأستاذ برهان بسيس، وقال لك أنه هل أنت يا أستاذ علي يعني حقوقي وناشط وتنتقد هذه الإجراءات، لو كنت موجود في نفس مكان السلطات التونسية وواجهت بهذا الكم من المظاهرات والاحتجاجات، البعض قال أنه في عمليات تخريب،
ما الذي ستوصي به؟ أولا ما كان لسياسي أن يصل إلى هذا الوضع، لأن المعالجات قبل ذلك من خلال سياسات تنموية راشدة وعدالة في توزيع الثروة واهتمام بالجهات المهمشة وتشغيل البطالين، كل هذه كان من المفروض أنها سياسات طويلة المدى تقوم عليها يعني أجهزة الدولة، ولكن هذا لم يكن أولا. ثانيا يا سيدي، ماذا يعني سألني عن الموقف من هذه التحركات، ماذا ما هو الحل بالنسبة للشباب في سيدي بوزيد وفي غير سيدي بوزيد؟ ما هو الحل غير الخروج للشارع سلميا للمطالبة بحقوقهم؟ إذا كان هذا الشاب ذهب إلى البلدية وإلا إلى الولاية ولم يفتح له الباب ولم يصغى إليه ولم يستمع له أحد، إذا كانت يعني العنف صار هو السائد الآن في تعامل أجهزة الدولة، حتى يعني عون في البلدية صار يعتدي على مواطن أمام الناس أمر غريب، بما فيهم السيد زهير مخلوف أمام عائلته وأبنائه يعتدي عليه في بيته، السيد صالح بن عبد الله رغم الحصانة القضائية التي له وهو سجين سياسي وأطرد من عمله ويعني زوجته تحمل الكرتون من الأسواق لتبيعه إلى المعامل، ومع ذلك اعتدي عليه وهو يعني يبيع في السوق، اعتدي عليه أمام أنظار الناس وهو يتجاوز 60 سنة. نعم. ماذا نستطيع أن يفعل، ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء الشباب للمطالبة بحقوقهم؟ نعم. للاحتجاج على هذه الممارسات إذا كان هناك غياب لحرية التعبير. أين تريد من الشباب أن يعبر عن رأيه واحتجاجه ومطالبه؟ وهذا التساؤل الذي نريد أن نعرفه. هناك يا أخي يعني كيف ما هي سوء التعبير الأفضل أو سوء التعبير المعقول؟ هناك حالة لا مبالاة من طرف السلطة، اللي عجبه عجبه اللي ما عجبوش يطير قرنه، هذه سياسة السلطة، بمعنى أنه هذه سياساتها لا تستمر. مطالب الحوار من طرف كل الأطراف السياسية منذ 10 سنوات وإلا أكثر من ذلك، والناس تطالب بالحوار، ولكن يا أخي اقرأ وثائق ويكيليكس، يعني ترى ان هناك ان هذا الاحتفال هو الذي ماذا يقول السفير التي السفير الامريكي ماذا يقول عن السلطه التونسيه؟ يقول ان هذه لا تستمع الى النصائح، وهي وثائق ويكيليكس هاجمت كل السلطات العربيه والعواصم العربيه وتحدثت عنها. ما اريد ان اقوله ان وثائق ويكيليكس تتفق مع تقديرات المعارضه وتقييمات المعارضه، هو موضوع اخر. السلطه لا تستمع الى النصائح، ليس لدينا الوقت للحوار، ليس هناك حوار، صحه وعدم صحه ذلك التعبير، ليس هناك حريه تعبير. دعني اعود للاستاذ برهان. استاذ برهان، يعني ضيفي اجمعوا ان هذا ان ما يحصل الان في بلده سيدي بوزيد هي مقدمه لثورات اجتماعية سببها الصراع الطبقي والتمييز الطبقي الاجتماعي. يعني أنت هل ترى في ذلك، هل ترى هذا فعلا مؤشر حقيقي لما تشهد البلاد من اضطرابات واحتجاجات سببها طغيان السلطة على المجتمع وكذلك يعني الاحتقان السياسي؟ بالنسبة لمدينة سيدي بوزيد لماذا نتحدث عنها وكأنها مدينة منكوبة؟ ما خصص لها على مستوى مشاريع التنمية التي خصصتها الحكومة التونسية؟ سيدي بوزيد هذه الآن 95% يشملها الربط بالكهرباء والمياه حل الشراب في الوقت الحالي. استاذ برهان بسيس، هذه العملية لا تشملها إلا في مستوى 40%. استاذ برهان بسيس الكاتب والصحفي حدثتنا من تونس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وقبل أن آخذ تعليق أخير من ضيفي أعود إلى الأستاذ زهير مخلوف الصحفي ومحلل سياسي. أستاذ زهير، هل ترى أن هذه الأحداث مؤهلة لمزيد من التوسع وأن تعم بلدات أخرى في تونس؟ والله هي قد حدثت كثير من التحركات الاجتماعية الناتجة عن اختيارات اقتصادية واجتماعية هشة وعن مستوى من التنمية المختل في الجهات المحرومة ومستوى من عدم شفافية وعدم تكافل الفرص ومستوى من انخلاف كامل في مجال التعبير الحر وإلى آخره. فأنا أعتقد اعتقادا جازما وراسخا أن هذه التحركات لو وجد فيها مجال من الحرية يمكن أن تمتد إلى كل بقاع تونس الحبيبة، ولكن قوات الأمن وقوة الأمن الرهيبة والممتدة على كل ترابنا التونسي ولا يعادل عددها أكثر من 130 ألف عون قدرت وتمكنت من ضرب كل التحركات الاجتماعية. وحقيقة نحن نريد استاذ زهير، لم يبقى وقت. استاذ زهير مخلوف الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من تونس. اعود ضيفي في الاستوديو اخيرا استاذ علي، يعني انت ما الذي تتوقعه في الايام المقبله وكيف سينتهي هذا السيناريو التراجيدي العنيف في تونس؟ قبل ذلك هناك ملاحظه ابداها الضيف يعني حول الاستشهاد بالتقرير السفاره الامريكيه. هنا يعني الامريكان حلفاء للسلطه، وبالتالي عندما يلتقي تقييم الحلفاء مع تقييم المعارضه هذا يعني ان التقييم
قريب جدا من الصحة أو إن لم يكن هو الصحيح. والتقارير تقول أن السلطة غير قابلة يعني للنصيحة ولا تأخذ بنصائح. شكرا أستاذ علي بن عرفة حلفائها فضلا عن معارضيها. الحملة الدولية لحقوق الإنسان في تونس، شكرا للمشاركة.